مرحبا لك أخ توفيق. أولا طبعا تحية لك ولموقع بلدنا. نحن بنشد على أيادي هذا الموقع على أمل إنه يظل يواكب الأمور اللي عم بتصير في الدالية، وإن شاء الله في هاي المناسبة وفي هاي الأيام المباركة بنتمنى لأهالي دالية الكرمل لهذا البلد العريق، بنقول لهم كل عام وأنتم بخير، إن شاء الله بينعاد على الجميع في الخير والبركة واليمن. ومنقول نحن لأهل البلد إن شاء الله عودة إلى الرشد، عودة إلى الألفة، عودة إلى المحبة. وفي هاي المناسبة بحب أقدم أهل البلد كبيتين عتابة، إن شاء الله بنال إعجابكم. لا 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 لا.